الارهاب والبلاد ماشية، يلزم على الاقل يا خويا ياخذ هذا الاجراء الوحيد لصالح البلاد. ان شاء الله ما يرجعوش بينا الى الوراء، الى العصا، الى البوليس السياسي. هكذا انقسمت تونس بعد هجوم سوسة. تونسيون يعطون ضوءا اخضر غير مشروط لاي اجراء مقابل امنهم، واخرون تونسيون ايضا يخشون عودة البلاد التي عبروا بها عام 2011 عاصفة الثورة، يخشون غرقها وأهلها في دوامة الطوارئ. هي حالة استثنائية كما أشار إلى ذلك رئيس البلاد، الهدف منها ضبط أمن البلاد وحمايتها من أي هجوم سيؤدي لا محالة في حال حدوثه إلى انهيار الدولة. لكن كثيرين يرون في هذا القرار انهيار النموذج العربي الوحيد الذي تمكن من كسر أغلال النظام الذي يحكمه ومضى في تجربة ديمقراطية بأقل الخسائر من نظرائه في المنطقة. مخاوف عززتها إجراءات كإغلاق المساجد وملاحقة الجمعيات والتهديد بسحب التراخيص القانونية لبعض الأحزاب، تؤكد في مجملها أن طريق العودة إلى تونس ما قبل 2011 لا تزال سالكة. قبل الإعلان عن حالة الطوارئ، صرح رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي بأن سياسة الحكومة تميل إلى توظيف الإرهاب في تصفية الحسابات السياسية، في إشارة لإغلاق المساجد وربطها بالحركات الإسلامية. وكالعادة، سرعان ما غير الحزب الذي يعد الخصم الأول إيديولوجياً لرئيس البلاد موقفه بعد قرار الباجي قيد السبسي، وقال إن البلاد تحتاج في هذه الظروف إلى الوحدة أكثر من أي وقت مضى بين الفرقاء السياسيين. صحيح أن أغلب التونسيين لا يعترضون على القرار لدواعيه الأمنية، لكنهم يتخوفون من نيته السياسية المبيتة، غير أن البعض يرى أن مخاوف هؤلاء من التضييق على حقوقهم والحريات التي ضمنها لهم الدستور وقوانين ما بعد الثورة لا أساس لها، وقد تكون ناجمة عن الخلط بين حالة الطوارئ وحظر التجول. فهذا الأخير مجرد إجراء ضمن إجراءات حالة الطوارئ يمكن اتخاذه أو لا. وبالنسبة لبقية الإجراءات التي تسمح بها حالة الطوارئ، فقد تم العمل بها خلال الفترة الانتقالية مع الحكومات التي قادها السبسي والجبالي والعريد، ولم يشعر الناس أنها مست حرياتهم وحقوقهم حسب مبرري هذا الإجراء، بيد أن هناك من يرى أن ذلك كان بسبب رغبة الحكومات الانتقالية بعدم تطبيقها نظراً لضعفها وخشيتها من رد فعل الرأي العام. لكن الأمر مختلف هذه المرة، فالقرار خرج من قصر قرطاج، وحكومة الصيد ليس من مصلحتها أن تخرج من عباءة التوجهات الرئاسية.